السلام عليكم، مسيكم بالخير، مرحبا ومسهلا. السناب عادة يكون يعني شيء من حياتك وروحاتك وجياتك، ما يمنع أن الإنسان يعني يكون مبسوط بالسناب، ينقل الابتسام للجميع. ولكن أنا أقول لكم وش اللي ما يصلح، ركزوا معي بهذه السنابات. اللي ما يصلح، لا تفتح بابك للناس وتخليهم يشوفون حياتك الداخلية. الناس لهم من هذا الباب وراء، ويشوفون طال عمرك اللي تعظهم وتبتسم وطلعاتهم كشيت. أما داخل البيت هذه اسمها أسرار. فنصيحة محب، اندمرت بعض البيوت يوم أن فتحت الأبواب، وكثرت المشاكل، وكثر الحسد، وكثرت النفس، وكثرت يعني أمور ما الله بها لي. فنصيحة محب، نصيحة محب، من هذا الباب وراء في أسرار.